هسه في حالة إنه الجي أكس يساوي ساين أو كوساين دون مثلا، ففرضيتي للواي بي إيش حتكون؟ حتكون عندي أي كوساين إكس بلس بي ساين إكس. ناخذ هذا المثال، عندي الواي دبل براين بلس 3 واي براين بلس 2 واي ايكوالز كوساين. هنا عندي كوساين نفس البروسيجر، نبتدي بحل المعادلة هوموجينس أي تساوي صفر. إذا معامل المشتقة الثانية واحد، معامل المشتقة الأولى ثلاثة، مش معامل واي اثنين، مثل ما واضح هذا المعامل إيش تساوي؟ تساوي صفر. إذا هاي هوموجينس. آخذ الفورم مالت المعادلة المتممة اللي هي الـ AR ترقيع بلس BR بلس C تساوي صفر، وأطلع قيم الجذور الـ R. هنا عندي حيكون R تربيع، كان عندي مشتقة ثانية بلس نفس المعامل اللي نزل فيه Y برايم R نفس المعامل 2 كونستانت تساوي صفر. بالتجربة أطلع قيمة الـ R1 والـ R2 اللي تساوي لي ماينس 1 ماينس 2 اللي هن غير متشابهات. بين الحالة الأولى أطلع المعادلة مالتي اللي هي تساوي لي C1 exponential minus 1x C2 exponential minus 2x، وأحتفظ بها للجنرال سولوشن الحل العام. أجي قضيتي هنا الـ YP، إذن إيش قلنا؟ تساوي لنا الـ A cosine x والـ B sine x. إيش قد عندي؟ مشتقة ثانية عندي، إذا لازم مشتقة مرتين الواي بي. المشتقة الأولى الـ A كوساين، مشتقة الكوساين هي ماينس ساين بلس B ساين، مشتقة الساين هي كوساين. ثم مشتقة مرة ثانية، مشتقة الساين كوساين ناقص أي تنزل، مشتقة الكوساين ناقص ساين، إذا نصير ناقص B ساين، هاي المشتقة الثانية. إذا عندي الواي، عندي الواي برايم والواي دبل برايم ثلاثة تناوب من بالمعادلة الأصلية مالتي معادلة السؤال. أول شيء الواي دبل برايم خليه بالبداية، ماينس أي كوساين إكس ماينس بي ساين إكس، أدها معامل واي تمام، بلس ثري واي برايم، ثري مضروبة في ماينس أي ساين إكس بلس بي كوساين إكس بلس 2y، 2 مضروب في ماينس a sin x بلس b كوساين x، كلها تساوي تساوي كوساين. أرتب حدود المعادلة، معاملات اللي تحتوي على الكوساين في جهة واللي تحتوي على الساين في جهة واللي كلها تساوي كوساين. هسه ايش عندي؟ عندي كوساين والمعاملات مالته، عندي ساين والمعاملات مالته، أجموعها شو يساوي لي؟ يساوي لي الكوساين المعامل مالته هو واحد، وأفرض إنه عندي ساين المعامل مالته صفر، فصفر في ساين صفر، أضيف للكوساين نفس الإشارة هنا، أعطيته للطرف الثاني، وبالتالي راح يكون عندي A بلس 3B شو يساوي لي؟ يساوي واحد. هذا ايش راح يساوي لي؟ يساوي واحد. وال P بلس 3 حيساوي لي صفر. اوكي، اجمعهم ال A بلس 3 B يساوي واحد، وال P ماينس 3 A يساوي صفر. اجمعهم، اضرب الطرف الاول في ثلاثة حتى اقدر اطرح بسهولة لأن الإشارات مختلفة. فإذا راح يكون عندي 3a بلس 9b يساوي 3، هذا الطرف يروح ويصير عندي 10b يساوي 3، أطلع قيمة ال b بسهولة، ال a أعوضها في قيمة المعادلة الأولى، فال a حيكون عندي 1 على 10، إذا عندي قيمة ال a
وعندي قيمة ال بي، أعوض عن في معادلة ال واي بي هذه، إيش حيكون عندي؟ ال واي بي تساوي 1/10 اللي هو ال A كوساين إكس بلس 3 هذا ال بي 3/10 ساين إكس، إيش تساوي لي؟ إذا القيمة 1/10 كوساين إكس بلس 3 ساين إكس. إذا ال y c عندي، إذا جينا نسوي شنو راح يكون عندي؟ مجموع ال y c ويا ال y p. هسه ناخذ حالة أخرى، إذا كانت ال g x مالتنا متكونة من مجموع أو مضروب أو مطروح متغير طرفين، يعني شو؟ يعني إحنا أخذنا إنه إذا كان الجهة اليمنى من المعادلة اللي هي جي اكس تكون ثابت او متغير مرفوع لقوة معينة او اكسبوننشال او دالة مثلثية، عرفنا كل واحدة شلون نخمم الواي بي لها. لكن اذا كانت عندي الطرف الايمن متكون من طرفين، يعني مثلا من اكسبوننشال ويا دالة مثلثية، أو مثلا دالة مثلثية ويا ثابت بيناتهم جمع أو بيناتهم ضرب أو بيناتهم طرح، فكيف أتعامل ويا هذه الحالة؟ ناخذ هذا المثال حتى نوضح الصورة. عندي في هذا المثال المشتقة الثانية ناقص 9 واي، إيش تساوي لنا؟ تساوي لنا إكس في الإكسبونشال إكس هذا واحد زائد ساين 2X. إذا عندنا دالة مثلثية وعندنا شنو؟ دالة وسيط. طريقة الحل لهذه المعادلة لازم أطلب 2 particle solution، يعني عندي y p1 و y p2، أعتبر هذا الحل x exponential x، أحلها بالنسبة ل x exponential x لأجد ال y p1، وحلها للساين 2x حتى اجد الواي بي 2. اذا فرضيتي تضمن 2y بي، اول شيء طبعا اعتيادي نفس البروسيجر، اجي اخذ المعادله مالتي هوموجينيوس واحلها واطلع الجذور، اعتقد هذه كانت كررناها. فاذا الجذور هنا بالنسبه لهذه المعادله راح يصير بلس 3 ماينس 3، اذا عندي جذور تساوي صفر وعندي جذور غير متساوية وعندي جذور غير مساوية لـ R مال الإكسبونشال. هذه شروط متوقعة. أجد الـ YC واحتفظ بيها، والـ YC هي من الحالة الأولى لأن الجذور غير متشابهة، إذا هي C1 إكسبونشال 3X بلس 2 إكسبونشال ماينس X. بعدين أنتقل للـ Non Homogeneous اللي هي متساوي صفر، المعادلة مالتي متساوي صفر. مثل ما قلنا أفرض بالبداية أن المعادلة تساوي لي الجزء الأول اللي هو x exponential x حتى أطلع الفرضية الأولى اللي هي y p 1. إذا المعادلة فرض المعادلة هذه ال y double prime minus 9y إيش تساوي لي هسه فرضها؟ x exponential x. فرضية إيش راح تكون؟ راح تكون ال y p1، يعني y particle 1. ايش راح تساوي؟ عندي exponential، اخذنا الحالات مال exponential، انا عندي جذرين وجذرين ما بيه الواحد يشبه يعني يساوي ال r مالت ال exponential. اذا هي الحالة الاولى اللي هي راح يكون ال a مضروبة في ال exponential rx ثابت في الإكسبونشال Rx، لكن أنا عندي X هنا لينيا اللي هي معادلة اللي أخذناها بالبداية اللي X مرفوع طبعا لباور N اللي هنا ال N هي تساوي واحد، فش راح يكون عندي ال AX بلس P مالت ال X. ليش أخذنا AX؟ احنا تعودنا ناخذ المعادلة هي AX تربيع BX بلس مثل ما شفناها بالمثال السابق، لأن المثال السابق الـ X كانت مرفوعة لقوة 2
تربيع، هنا أعرف فقط عندي x المحتاج لـ x تربيع، إذن ثوابت a الـ x plus الـ b، طبعا الثوابت هذه عبارة عن حروف ممكن أن تغير، تخلي أي حرف أنت يعجبك، فإذا راح يكون y p1 شو يساوي لنا؟ الـ ax plus b exponential x. عندي مشتقة ثانية، إذا أشتق الـ y ب نسبة إلى أكبر مشتقة موجودة في المعادلة، أشتقها يعني مرتين، أشتق الأولى اللي هو إيش هتكون عندي؟ طرفين، مشتقتهم الثانية هتكون الـ a exponential x، وبعدين exponential x اللي هو الـ ax plus b في مشتقة الـ exponential x اللي هي s exponential x. زين الـ y بهذه اشتقها مرة ثانية، فعندنا الطرف الأول اللي هو الـ a exponential x نفسه، ومشتقة الـ ax plus b هي نفسها المشتقة مع الـ y b، إذا هذا الطرف كليته ينزل نفسه. إذا عندي المشتقة الأولى والمشتقة الثانية، أبسط المشتقة الثانية اللي عندي الـ a، اثنين عندي a في exponential x، أبسطها. فأعوض بالمعادلة حتى أطلع قيم الـ a والـ b، أعوض في معادلتي الأساسية، يعني هي المعادلة الأساسية راح تكون عندي بالفرضية هذه، راح تكون عندي هات الـ y double prime minus 9y يساوي x exponential x، يعني هذا الجزء واحد أعوض بها وأطلع قيم الـ a والـ b. الـ a والـ b هسه هذه متغيرات، المتغيرات التابعة لمن؟ للجزء الأول. إن طلعت المتغيرات مال الجزء الأول، إن طلع الـ y p1 اللي يساوي لي هذا الشكل، احتفظ. شو بقى عندي؟ بقى عندي الجزء الآخر اللي هو sin 2x. إذا المعادلة مالتي نفسها مرة ثانية، حتساوي لي ألغي هذا الطرف وأساويها لـ sin 2x. المعادلة مالتي راح تساوي لي sin 2x. زين، بما أنه هو sin 2x، فإذا الـ y في مالتي حتكون عندي؟ ثابت في cosine 2x بلس ثابت في sin 2x. مثل ما أخذناها، بس كانت عندنا كوساين ما فرق، كانت عندنا بالمثال السابق كوساين، هنا عندي ساين. هذه الـ D طبعاً والـ E أيضاً ثوابت مثل الـ A والـ B، لكن نغير شكل حتى لا يختلط، ما يصير أنا أسميه A أيضاً والـ B أيضاً، هاي خليها بالك، ما يصير هنا تعيد تسمية نفس المتغيرات في المعادلة الثانية، ممكن أن نسميه A1 B1 عزولة. إذاً هذه الفرضية الثانية بالنسبة للجزء الثاني اللي هي y p2 تساوي لـ d ثابت في cosine 2x plus e sine 2x. هشتقها أيضا حسب أعلى مشتقة، فمرتين اشتقها، اشتقت الـ cosine ناقص sine، اشتقت داخل الـ cosine 2 ماينس 2 دي ساين 2 اكس، هذا مشتقة الساين كوساين، المشتقة داخل القوس هي 2 2 اي كوساين 2 اكس، واشتقها مرة ثانية نفس الطريقة فأحصل على المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. هسه عندي الواي، عندي المشتقة الأولى وعندي المشتقة الثانية، أعوضها في المعادلة، يا معادلة المعادلة اللي هي الجزء الثاني مو في معادلة الحل، يعني دائما أول في معادلة السؤال، لا لا في معادلة الجزء الثاني اللي ماخذ بس السؤال في هذه المعادلة، أعوضهم وأفصل معاملات الساين في جهة ومعاملة الكوساين في جهة، أنا عندي هي تساوي ساين 2 إكس، أفرض عندي كوساين 2 إكس مضروب في صفر، وأطلع قيم الـ D والـ E، إذا الـ D تساوي صفر والـ E تساوي -1.
13 أعوض في الفرضيتي في الواي بي 2 فتطلع لي هذه قيمة الواي بي 2. إذا عندي الواي بي 1 وعندي الواي بي 2 وعندي الواي سي. الحل النهائي جنرال سولوشن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا مجموعها اللي هو واي شو يساوي لنا؟ واي سي بلس واي بي 1 بلس واي بي 2. إذا هسه احنا نلاحظ بأنه الفرضية هي مركز اللي يستند عليه الحل، فرضيتك هي لما تفرض الواي بي هي أساس اتجاه الحل الصحيح. طبعا هذا يجي من خلال الممارسة، من خلال حل التمارين المختلفة، بس هسه احنا غطينا تقريبا أغلب الحالات اللي ممكن أن تجي في الأسئلة.